قلت له عزاز تبارك الله عليكم، كنتمنى ان شاء الله تكونوا مزيانين. قلت له عزاز اليوم غادي نشوف واحد المحل تجاري للبيع يتواجد في ريما كذا حدا الخاصه على الشارع ديال الذهبيه. هنا الاخوان غادي نشوفوا هذا المحل ديال الورد، تقسموا الورد وكل واحد شنو اللي جرى في حقه. وهذا السيد هذا كيبيع هذا المحل، هذا كيبيع ملك لان جرى في الحق ديالو كيبيع ملك. هنا الصراحه بلاصه مزيونه لان الشارع هذا خدام مزيان، هو داير فيها الخضره، ولكن الانسان اللي باغي يبدل يدير شي حاجه اخرى ما كاين حتى شي مشكل لان الدنيا محركه هنا مزيان. بالنسبه للمحل فيه سده صغيره وفيه التواليت، المساحه ديالو 30 متر مزيان، المحل مزيان. والمهم الحانوت هيدا شي كزار شي حاجه شي حلاق، الناس اللي باغي يخلي الخضره لان كل واحد وكل واحد والصنعه ديالو. الاخوان المحل جا في موقع مزيوان وقريب من الشارع، هنا جات درجته هي على الشارع، عند الوجه كتشوف الشارع لان عندنا جوج فرشاطات، وهو جا داخل شويه واحد 5 متر. الاخوان حاولوا تبعوا يتصلوا بحريتكم بخير باش تسمعوا جميع المعلومات وجميع التفاصيل، وان شاء الله ما يكون غير خير. اللي عنده الغرض مرحبا به. الثمن ديالو الاخوان كيطلب فيه 85 مليون، وهذا الشيء اللي كان الاخوان، وغادي تكون المفاهمه ان شاء الله. ثم كتعرفوا البلاصه هذه تبارك الله راه فيها الغلا وفيها المحلات غاليه، هي معروفه الشارع ديال الذهبيه معروفه بلي ما كذا، وهذا الشيء اللي كاين والمحل كتشريه ملك. وشكرا الاخوان.